خالد الزهراني من المملكة العربية السعودية من مدينة جدة. الحمد لله أنا جيت هنا لفاس للجمع الهيئة الوطنية للدفاع عن النفس. تدربت أخذت التكوين تبع أساليب الدفاع عن النفس والحماية الشخصية، والحمد لله استفدت شيء كثير صراحة. أول شيء أنا جيت هنا عن طريق صاحب لي نصحني إني أخذ هذا التكوين بخصوص يعني بخصوص إنه مفيد لحياة الشخص في فائدة يعني. وصراحة أنا جيت أخذت اليوم الأول الدروس، أخذنا هنا تكوين تبع كيف يعني الشخص ممكن يكون عنده الثقة في النفس ويكون عنده رؤية المحيط، التركيز تبع يعني للحماية الشخصية، كيف يكون الشخص عنده استعداد إنه يحمي نفسه ويحمي عائلته ويحمي يكون عنده استعداد ضد يعني يكون مستعد. والحقيقة استفدت الشيء الكثير. هذه أول دورة عندك تكوينية؟ هذه أول دورة، أنا أول دورة أخذها دورة تكوينية للدفاع عن النفس والحماية الشخصية. إن شاء الله إذا كانت دورة ثانية هل ممكن أنك ترجع المغرب ثاني؟ إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. صراحة يعني وجدت مجهود كبير من المدربين هنا، أستاذ صلاح، أستاذ أنس، أستاذ حسن، وكلهم أعطونا الدورات الإسعافات الأولية. معكم صيف من مدينة فاس. حضرت لها الدورة ديال الهيئة الوطنية المغربية للدفاع عن النفس والحماية الخاصة، واستفدنا بزاف الحوايج من عززنا القدرات ديالنا على الدفاع عن النفس، وصفنا بزاف الحوايج من الأستاذ الكبير صلاح أجدو، والطموح ديالنا نحصلوا على شهادة نعززوا بها الكفاءات ديالنا إن شاء الله. السلام عليكم، الاسم ديالي رجاء ميامي من مدينة فاس بن سودة. الحضور ديالي هنا تكون ما يخص التجربة ديالي في هذا التكوين اللي خديت منها عدة دروس تكوينية، مهارات في القتال، احترام المهنة، حب الوطن. كنشكر أستاذ صلاح بجدو الرفقة ديالو في هذا التكوين والحضور ديالو الكبير اللي عطانا بزاف ديال الدروس القتالية اللي ما شفناهاش من عدة أساسيد، عدة مجالات رياضية ما شفناهاش منهم. بن عيسى بلاف أستاذ رياضي في فنون الحرب في رياضة كاجي كيمبو، ساكن بمدينة جبل الحرب، كنت الإقليم ما شفتهم. وكنشكر بمشاركتي أنا كمشارك، وكنشكر الهيئة الوطنية المغربية للدفاع عن النفس والحماية الخاصة، وداكشي في المستوى تبارك الله. وكنشكر الأستاذ خالد قلبي أجدو صلاح، وكنتمناو دورة أخرى إن شاء الله. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.